جايب لكم موضوع قوي. اليوم بتكلم عن زيت زهرة الربيع المسائية، من وين يبونها، شنو فوائدها، ومنو يستخدمها ومنو ما يقدر يستخدمها. خليك معاي لا تروح بعيد، واللي ما يعرفني معاكم محمد الغريب، ممارس بالطب التكاملي من الكويت. لا تروح بعيد ولا تروح بعيد، ترى موضوع راح يزلكم. زهرة الربيع المسائية أي لون هي؟ زهرة لونها أصفر. إنزين، وين موجودة؟ بشمال أمريكا. إنزين، متى موعدها؟ بآخر الخريف وأول الصيف، هني يقطفونها ويأخذون زيوت منها. إنزين، هل يستفيدون من الأوراق؟ إيه يستفيدون منهم. شو يسوون بالأوراق؟ يحطونهم مثلاً على الأكل أو يخلطونه مع السلطة. أوكي؟ أخواني أخواتي جاهزين؟ ويلا نبلش الموضوع. قلت لكم أوراقها صفر، يستخدمونها بأمريكا على الأكل. إنزين، ولكن الفائدة الأصلية وين هي؟ بالبذور. تعال شنو فيها البذور؟ أنا أقول لكم فيها مركب اسمه سيستاين. هذا شنو يسوي السيستاين؟ هذا يقوم يطيح هرمون الدي اتش تي الهيدروتسترون. هذا شنو يسوي إذا ارتفع؟ هو اللي يسوي فراغات واللي يطيح الشعرة. سويت فيديو كامل. فمادة السيستاين شنو تسوي؟ تقوي البصيلات وتنزل الدي اتش تي. خلصنا؟ لا ما خلصنا. وبعد فيها حمض القامة. هذا شنو حمض القامة؟ هذا حمض القامة مشابه حق الأوميجا 3. يعني شنو؟ يعني يعمل نفس اللي يعمله الأوميجا 3، ولكن هو يصنف من الأوميجا 6. بس احنا قلنا الأوميجا 6 مو زين. الأوميجا 6 مو زين لمعدل وراثيا، ولكن من زيت زهرة الربيع الأوميجا 6 100% يعمل نفس أوميجا 3. خلصنا؟ لا ما خلصنا. والحين نقول انزين، زهرة الربيع حق شنو استخداماته؟ يعني منو يقدر يستخدمه؟ رقم واحد حق انقطاع الطمث، هذا علاج اساسي بعد شوي راح اقول لكم. وايضا اللي عنده حساسيه جلديه، عنده امراض مناعيه، عندهم الحبات الساخنه، الام الدوره، الام بالمفاصل، ولكن مو المفصل هنا يعورك تستخدمه، لا، اذا كان مثلا ثلاث مفاصل او اربع مفاصل بنفس الوقت قاعد تعورك، ضروري جدا زيت زهره الربيع. وايضا حق منه؟ حق التصلب اللويحي. ليش؟ لانه يقلل المناعه الضاره ويزيد المناعه النافعه. حلو. انزين، ايش معنى قلنا حق انقطاع الطمث علاج اساسي؟ يعني شفتوا الاشياء اللي ذكرت لكم اياها، المفاصل، صلب اللويحي، نستخدم زيت زهرة الربيع، ولكن نستخدم معاها برنامج وباقي مكملات، ولكن حق انقطاع الطمث لا، يستخدم هو اساسي اساسي عاد. اذا انت تبي تاخذين شيء ثاني ما في. شنو اعراض الهبات الساخنه وانقطاع الطمث؟ مع اني مسوي حلقه كامله. رقم واحد، تعرقين وايد، خربطه بدقات القلب، وايضا حراره، وايضا الوجه يصير احمر، وعندك الم لما تكرمين تتبولين، وقلق وتوتر وجفاف بالمهبل. كل هذه الاعراض تطلع لك من الهبات الساخنه وانقطاع الطمث. انزين، ابي اشيل هذه الاعراض. زيت زهرة الربيع في شيء اسمه فايتو استروجين، حتى ما يكتبون بس موجود داخل المربع بزيت زهرة الربيع. هذا فيه كمية استروجين. لحظة، يعني انت عندك انقطاع طمث، يعني معناته الاستروجين خلاص جسمك مو قاعد يفرزه، فصارت لك هذه الاعراض. الفايتو استروجين اللي موجود وين؟ بزيت زهرة الربيع، يرفع لك الاستروجين النافع، وبعد هذه الاعراض كلها تختفي منك. انزين، ايش كثر نستخدمها؟ الحين راح اقول لكم. انزين، استخدامات زيت زهرة الربيع. الريايل الله يخليكم لا تستخدمونه. ليش؟ لانه يحتوي على الفايتو استروجين، فما نبي الاستروجين عندك يرتفع. ولكن اذا عندك مشاكل من اللي انا ذكرتهم، استخدمه شهر واحد، وبعد الشهر استخدم دي اي ام. ليش؟ قد يكون الاستروجين جدا ارتفع عندك، فالدي اي ام شنو يسوي؟ يمنع زياده الاستروجين. وايضا ناخذ شاي القراص. ليش؟ لان الاستروجين العالي وين ينكب؟ على الكبد. فمن ينظف الاستروجين من الكبد؟ شاي القراص. خلصنا؟ ما خلصنا. بالنسبة حق الرجال اللي مستخدمين زيت زهرة الربيع أكثر من شهرين، من ثلاث شهور، وأول مرة تسمع هذه المعلومات، طبعا فورا وقفة. وخل أقول لك، إذا عندك أعراض معينة راح أذكرها الحين على طول، اخذ الأشياء اللي راح أذكرها. إذا كان عندك ضعف بالقدرة الجنسية، ضعف بالرغبة الجنسية، صوتك قاعد يصير ناعم، صار عندك تثدي، على طول ركز معاي، اخذ هذه الأشياء. ضروري جدا تاخذ الزنك، وضروري جدا تاخذ الدي اي ام، وضروري جدا تاخذ شاي القراص، ضروري جدا تاخذ الثلاث شغلات، وها وتوقف زيت زهرة الربيع. اما بالنسبة حق البنات، كم شهر تستخدمينه؟ حدك ثلاث شهور. يمكن واحدة تقول لا انا بستخدمه اربع شهور خمس شهور. لا، ما نبي الاستروجين يزيد عندك. اذا زاد عندك الاستروجين شنو راح يرفع؟ الاندروجين، وجسمك راح يقعد يطلع حبوب، وراح يرتفع نوع من الاستروجين سيء اسمه 16 هيدروكسي، واللي يسبب خلايا سرطانيه ويسبب امراض واعراض. خلصنا. الله يعطيكم العافيه اخواني اخواتي، مشكورين وايد انكم تميتوا معي لاخر الحلقه.
في أسئلة متكررة خلي أجاوب عليها من الحين. بضاري وين اشتري هذا؟ جوجل اكتبه راح يطلع لك اي هير، راح يطلع لك امازون، كيفك انت اختار. حلو، زين بضاري طريقة استخدامه شلون؟ انا اقول لك يا المكمل صح؟ لفه مكتوب ورا one time two time one tablet two tablet five tablet كله مكتوب. زين بضاري انا ما اعرف انجليزي، الله يخليك ما اعرف انجليزي. سهل، عندك تلفون صح؟ نزل برنامج جوجل ترانسليشن، هذا هو خلصنا. يب العلبة، يلا نفترض هذه العلبة اوكي بالانجليزي، نبطل جوجل ترانسليشن، فيك صورة كاميرا، بطلع الكاميرا نحطها على العلبة، هذه العلبة كه. حين يلا شوف شن راح يطلع لي، شوف كتب بالعربي، يمكن بعيد، شفت شلون سهل جدا، مالك عذر ومالك عذر، وشوفكم على خير.